يسقط على الأرض وابر جونز يحتسب الكرة ضربة حرة لمصلحة البيانكونيري. الصفوف مكتملة تماما خاصة في اليوفي بيغيب فقط فيدال وفوزينيتش بالإضافة لكليني الموقوف ثلاث مباريات بعد مباراة روما الأسبوع الماضي وجيوفينكو أيضا كان هناك بعض الشكوك في مشاركته وقد يكون من الأفضل أنه بالفعل يتم إراحته في هذه المباراة. بيرلو جول فعلها بيرلو جوهرة اليوفي يسجل هدف مزيكا للبيانكونيري في المعص وبمساعدة ماركو سيلفستري هدف سينمائي رهيب. بيرلو يتوي كل الجهود في يوم التتويج. بيرلو يتوي جهود الجميع ويتوج ويكلل جهوده هو شخصيا بهذا الهدف بلياردو ماركو سيلفستري والعرضة وكل شيء حاولت أن تمنع كرة بيرلو من المرور للشباك لكن الكرة حبت بيرلو. الكرة بتحب بقى شوف ادي محاولة أولى ثم العرضة ثم في ظهر ضربة ركنية لليوفي من الجانب الأيمن وكالعادة أندريا بيرلو وبوكبا في منطقة الجزاء وتاني لورينتي جول جول جول. بقول لكم اليوفي ناويها والفوز مش هيعدي لن يترك الفوز في هذه المباراة ليس مجرد فوز بل هو فوز بمتعة كروية وباحتفال جماهيري رائع في اليوفي أرينا. لورينتي يسجل الهدف الثاني اليوفي 2 وكاليري لا شيء وكل ده ايه فيما لا يزيد عن ربع ساعة فقط في بداية هذه المباراة. الكرات الثابتة يا صديقي الكرات الثابتة هي الحل. بيرلو يسجل من ركلة ثابتة. بيرلو يلعب الضربة الركنية أيضا يخطئ الدفاع ولورينتي يستغل هذا الارتباك والزحام الرهيب يسقط دانييلي كونتي على الأرض ولورينتي يجد الكرة أمامه ولا يخطئ أمام المرمى. لورينتي وهدفه رقم 16 في هذه يلعبها ستيفان ليختشتاينر من الجانب الأيمن ينتظر اقتراب أحد الزملاء. اقترب لورينتي استلم الكرة لورينتي يلعبها تاني ماركيزيو يا ولد الله عليك الله هدف من الطراز الثقيل من الطراز العالمي الاستلام والمرور ثم التسديد. كلاوديو ماركيزيو سجل هدف آخر من الطراز العالمي في هذه المباراة. الأهداف عالمية كلها هدف بيرلو وهدف ماركيزيو مش ممكن. ماركيزيو ايه الاستلام ده هدف سبعيناتي هدف رائع مهارة غير عادية من كلاوديو ماركيزيو. شوف الاستلام ادي لورينتي شوف 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 ادي الاستلام بالمرور روعة روعة سحبة بمرور وفي النهاية الكرة في سقف الشبكة بشكل رائع. أجمل أهداف المباراة أجمل أهداف المباراة هو الأجمل لأن كرة بيرلو طبعا كرة بيرلو هدف بيرلو عالمي بكل تأكيد لكن في النهاية كرة ثابتة هدف شكله حلو لكن ماركيزيو مهارة غير عادية وهدف ملعوب. والبداية خلي بالك البداية كانت